يا رب أنت هادي وفقني للهدى ونور لقوالي وجلو عنه الصدى. يا رب أنت هادي وفقني وعدا
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء فقم السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله